أهلا وسهلا متابعي قناة المينا 74. اليوم نتواجد ومن جديد بمدينة فاس للتقرب أكثر من مشاكل الساكنة. كيف ما كتعرفوا مدينة فاس تعرف أزمة النقل اللي زادت حدتها مع شن مهني سيارات الأجرة إضرابا مفتوحا لليوم العاشر على التوالي. فإلى أي مدى يعرقل هذا الاعتصام حركة السير والعمل لدى الساكنة؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه من خلال رأي الشارع، خليكم معنا. الصراحه هذا الاضراب غادي يضرب المواطنين، لان الطاكسيات البويض كيوفروا لهم، لان الثمن ديالهم قليل كيستخدموهم الناس العاملين بزاف، وفاش وقع هذا الاضراب هذا الناس تضرروا بزاف. كنتمنوا هذا المشكل يتحل في اقرب وقت، لان الناس بطبيعه الحال محتاجين الوسائل. بالنسبه للي كرون طاكسي شنقول لك، كيديروا واحد كاين يعني في هذا الاضراب كيديروا واحد المشكل كبير، لان كذا كما كتعرف فيهم كانوا كيخدموا داخل المدينه داخل المجال الحضري، يعني ملي كتحبس الكرون طاكسي كتشل الحركه. مثلا عندك مثال هنا لاكار ما بين زواغه او بين بزاف ديال المناطق، المواطنين كيعانيو خصوصا مع كالاكتظاظ بزاف في الطوبيس، كالاكتظاظ بزاف في طاكسي الاثمان شويه طالعه. وكاين هذا المشكل بحكم ان الخدمه ديالي برا فاس، لقينا هذا المشكل حتى ملي كنجيو تنقلوا مثلا من مدينه اخرى لهنايا لفاس. الطاكسيات الكبارين كيشكلوا صراحه مشكل علينا احنا المواطنين بالنسبه للناس اللي عندهم الدخل القليل، وكيسهلوا لنا الماموريه صراحه. بالنسبه للانسان اللي كيمشي بعيد، خدمته بعيده باش يعيش الطاكسي بحمراء بثمن كبير والدخل ديالو قليل، الطاكسيات الكبار صراحه مسهلين الماموريه، وحنا ما بغيناش هذه المساله هذه زعما تزيد تكثر من هذا المشكل هذا صراحه. الطاكسيات ها هما كاينين، ما كرهناش يكونوا طاكسيات بويض باش تزيد التواصل، فهمتيني، يكون سهل موين ترونسبور موجود، ما تيوقفش الانسان على الترونسبور. هذا هو الراي ديالي. اللي بالنسبه للطاكسيات لهذا المشكل اللي عندهم حاليا، صراحه الله انا ما كنتنقش بهم، باسكو لا اللي كناخذ غير طاكسي روج، ولكن عندي اصدقاء اللي فريمون كيعانيوا من هذا المشكل هذا. الوغ خص زعما فريمون شي حل لو بلو تو بوسيبل، باسكو فريمون الناس دابا راهم فهمتيني كاين اللي كيتنقلوا باش الخدمه ديالهم، دونك لي فخي شارج كيتزادوا عليهم، تيكون عندهم هما ديجا واحد لو مونطون ديجا فهمتيني كي المستوى المعيشي. الوغ سكيل في هاد لي جوغ غادي شي حاجه تعلق في هاد الناس ما عارفاش. دونك عندي لي زامي فريمون زعما حاليا راه عندهم ان كرون بروبليم. دونك بوغ مو انا صراحه الله لا اللي كناخذ الطاكسي روج، وحتى لو ترافاي ديالي زعما ماشي بعيد على الله يبارك فيك. بالنسبه السؤال اللي حطيت عليا ديال الطاكسيات، هو مشكل كبير باش وقفوا، راه كاين مشكل كبير فهمتيني. وانا كنشوف بالنسبه هما ما عرف انا ما عرفش بالضبط شنو كل واحد شنو تيقول، شي تيقول بان حيدوا لهم واحد لي ستاسيون ما يوقفوش فيهم، كل واحد شنو يقول، المهم ما عرفش. ولكن انا موافق، واش هاد الحاله هادي راه ديالك يعني واش ممكن تنقل في طاكسيات حمار في نقل اخر، ما عندكش مشكل؟ لا كاين مشكل، كاين مشكل فهمتيني، على حسب الظروف ديال الانسان، على حسب نشوف. نعم فهمتيني، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. انا كنشوف بان خصو يتحل المشكل. شنو في نظرك الحل اللي ممكن؟ وانا لما سمعت بان حيدوا لهم شي دي ستاسيون ما يوقفوش فيهم، هو من حقهم، لان كيبقاو هي كيهزوا، او الطاكسي الحمراء ما كتخدمش مزياني. وعاود بالنسبه للمواطن شويه مضروب، كيلقاش الترونسبور كاين مشكل. انا بالنسبه لي هاد الايامات كان عندي مشكل ديال الترونسبور مزياني، واحد العائق. مشكله باش نعم باش تاخذ الطاكسي حمراء وكذا الثمن شويه نعم. شكرا، بارك الله. ما كاينش، كاين عائق كبير. علاش؟ بان بالنسبه للمنطقه المسيره الناس ديالها ضعفاء اولا، علاش؟ ان الطاكسي الكبيره يعني الثمن بحال مثلا ما كتنتقل من المسيره لمنطقه واحده اخرى بواحد الثمن مناسب، الطاكسي حمراء بالمقابل من الطاكسي الحمراء، الطاكسي الحمراء راه كتشكل الثمن ديالها مرتفع شي شويه هكذا. يعني انتم ما عجبكمش الثمن اللي دايرين الطاكسيات الحمر دابا؟ واش غادي نقول لك؟ طبيعه الحال ما عجبناش. ايوا طبيعه الحال مكلف على المنطقه بالمقارنه مع الطاكسي الكبيره، الطاكسي الكبيره كدير واحد الثمن مناسب، يعني جميع المواطنين على طبيعه الحال انه قادر انه يركب طاكسي كبير بالمقارنه مع الطاكسي الحمراء لا. ايوا نتمنوا يتحلوا بالصبر وبالحكمه وشوفوا حل بسيط، وما عاوتاني ما يضيعوش المصلحه العامه ديال الساكنه ديال فاس بالخصوص، وحتى الساكنه ديال اللي خارج فاس. شكرا.
نشكرك.